طيب، صباح الخير غسان، هدى، راما، مهند، هبة وديما، صباح الخير، صباح الفل، وأعياد ميلاد مجيدة، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله سنة 2019 بتكون سنة خير على الجميع. برحب فيكم بالمحاضرة رقم 11 لمقرر المحاسبة 1، رمز المقرر AE 614 ضمن برنامج الاقتصاد البي اس سي اي للفصل الدراسي اس 18. اليوم طبعا احنا بعد ما خلصنا المحاسبه رح نعمل مراجعه شامله للماده. المراجعه الشامله رح تشمل بالبدايه نتعلم على شويه قيود نراجعهم سوا، نشوف شلون بيتم اعداد الحسابات الختاميه، راجع لكم اعمل لكم شويه اسئله نظريه، ورح كرر العمليه بالمحاضره 12 اللي حتكون قبل الامتحان. اليوم رح ناخذ اخر محاضره وبنترك محاضره لقبل الامتحان بيومين ثلاثه. براجع لكم معلوماتكم، شوف قوتكم، بتاكد من جاهزيتكم، وهلا كمان رح نساوي نفس العمليه. الملف الوورد اللي هون موجود هلا، موجود يمكن على الموديل، يمكن شفتوه، هو فيه ثلاث مسائل يغطوا كل احتياجاتنا بالنسبه للماده، وهدول ممكن نعتمد عليهم لما بدنا نساوي الوظيفه. اذا ما بدنا نكتبها باليد طبعا ممكن نعتمد عليهم. ففي عنا هون دفتر يوميه، وفي عنا دفتر، في عنا ميزان مراجعة، وفي عنا متاجرة وأرباح وخسائر وميزانية، وفي قائمة دخل محطوطين ممكن ناخدهم كنماذج ونحط بقلبهم الأرقام تبع المسألة تبعنا. صباح الخير روضة ورغدة. حنبلش أول عملية باختبار قدراتكم بمجال القيود اليومية. برجع بقول نحن بالنسبة للامتحان حيكون في عنا 40 سؤال. هل 40 سؤال موزعين على 3 أجزاء. السؤال الجزء الأول هي عبارة عن قيود محاسبية. طبعا رح يكون عندكم الامتحان بنظام الخيارات المتعددة، رح يكون عندكم 4 قيود، 4 خيارات A B C D، بدكم تختاروا انه القيد الصح. هي اسهل من اللي هلا بدنا نشتغلها. هلا بدي اياكم انتو بلكم الحدث تكتبوا القيد على الدفتر، وبعدين انا بلكم شلون الجواب، وانتو بتشوفوا يلي جاوب صح بيقول انا جاوبت صح بلكم شلون، واللي جاوب خطا وعنده اشكاليه مشان نشرح له ليش هيك لازم يكون القيد مع الارقام. انتبهوا للارقام، لا تتسرعوا بالاجابه والى اخره. هذا الجزء الاول. هلا الجزء الثاني من الاسئله، وهذا يمكن بيشكل شيء خلينا نقول 40%، القيود حتشكل 40% من الاسئله. يعني 15 سؤال تقريبا من اصل 40. بعد منها الجزء الثاني حيكون على الحسابات الختاميه. فهون بدكم تكونوا متمكنين من قصه انه صافي المبيعات شو يساوي؟ هو المبيعات ناقص مردودات مبيعات ناقص الحسم الممنوح. فعندكم البيانات كلياتها، بقلكم قديش صافي المبيعات، قديش صافي المشتريات، قديش كلفة البضاعة المتاحة للبيع، قديش كلفة المبيعات، قديش مجمل الربح، قديش صافي الربح، قديش رأس المال آخر مدة. هي كلياتها من خلال البيانات. يكفي انه نكون نحن حافظين العلاقات، وضروري جدا. اهم شيء هلا بالماده اللي درسناه هن شغلتين موجودين على سلايدين. الاول الحسابات 4 مجموعات. المجموعه الاولى الحسابات هي مشان القيود، مشان نعرف نكتب القيود وبقصة التدريب. حفظنا هاي القاعده، دربنا دربنا دربنا، صرنا مناح ما بنغلط. القاعده الثانيه تبع الحسابات الختاميه. هدول التنتين من اهم السلايدات الموجودين باي مقرر ثاني. هلا اما بالنسبه مثلا بقيه المعلومات اللي وردت، الخصم التجاري، الخصم النقدي، شلون بيتسجل،
النقل بتاعها شلون بتتسجل مهمين، لكن يعني ممكن يجي سؤال واحد عليهم او اثنين او اكثر، لكن ما فيها الأهمية. ركزوا على القواعد الأساسية. هلا هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث هي معلومات نظرية، أسئلة نظرية. يعني مثلا لا ما حاول مثلا، خلص خليها للأخير. هلا بس أخلص الجزء الأول والثاني بناخذ نماذج من الجزء الثالث الأسئلة النظرية. واضح يا رنيم؟ طيب خلينا نبلش بالجزء الأول. نحن بالجزء الأول حنشوف تمرين شامل. هلا هذا دار منه أنا بعض القيود، اختار بعض القيود. يلا طبعا هون الأسئلة بالامتحان رح تكون أسهل من هيك أكيد، أنا متأكد. لا تركلوا هم، جاهزين؟ هلا بدي منكم كل واحد على الدفتر تبعه لما بقول حدث يكتب القيد مع الأرقام، تمام؟ يكتب القيد مع الأرقام، وبس يخلص بيحط لي واحد، تمام؟ بيحط واحد إنه أنا خلصت. هلا بس لاقي إنه معظمكم خلصوا بقلكم أنا شو القيد. هلا يلي طلع معه القيد صح بيحط لي اثنين، واللي طلع معه القيد غلط بيحط ثلاثة، واللي ما كتب القيد لأنه ما عرف حط أربعة. أنا بس مشان شوف المستوى تبعكم بدون خجل، بالعكس يعني أنتوا لما بتكتبوا لي كلكم إنه حلينا صح وبتكونوا مخربطين بتغشوا حالكم، أنا ما حاعطيكم علامة ولا شيء. طيب العملية الأولى سهلة ما حاخدها. بثلاثة واحد اشترى، عم يقولوا إثبات قيود يومية لازمة بدفاتر مازن. مازن عنده محل تجاري وهي العمليات اللي قام فيها. بثلاثة واحد العملية رقم اثنين اشترى بضاعة على الحساب من نوري قيمتها 600,000 وحصل على حسم تجاري مقداره 10% والتسليم مخازن المشتري. ستوب بس لهون، هذا قيد. اشترى مازن، نحن محاسبين عند مازن، تم شراء بضاعة من نوري من على الحساب من المورد نوري قيمتها 600,000 بس بحسم تجاري 10% والاتفاق كان على انه التسليم مخازن المشتري. اكتبوا لي القيد على الدفتر تبعكم. يلي خلص حط واحد. تمام مع الارقام، مع القيد مع الارقام. هلا جواب على ذلك. هلا اول شيء بما انه نحن اشترينا بضاعة، فبمجرد ما نشتري بضاعة يا غسلان بنقول من حساب المشتريات، اذا نقدا الى حساب الصندوق ما هيك، اذا بشيك الى حساب المصرف، اذا على الحساب الى حساب الدائنون او الموردون نوري. اذا القيد من حساب، لا تكتبوا شيء لسه انا خلص، من حساب المشتريات الى حساب، بما انه على الحساب، الى حساب الدائنون او الموردون نوري. صفي المبلغ. هلا البضاعة حقها 600,000 لكن هو البائع اعطانا خصم تجاري 10%. 10% من 600,000 يعني 60,000 من قيمهم، لانه تسجل المشتريات والمبيعات دوما بقيمتها بعد الخصم التجاري. يعني من القيمة من 600,000 60,000 ف 540,000. اذا القيد من حساب المشتريات الى حساب الموردون او الدائنون نوري والمبلغ 540,000. هذا القيد. اللي جاوبه صح يحط اثنين، يلي غلط ثلاثة، يلي ما جاوب اربعة. برافو عليكم. ممتاز. طيب
طيب يلا بننتقل لكفالته. هلا الاتفاق كان على انه تسليم مخازن المشتري. كلفت عملية النقل 20,000، دفعها مازن نقدا. عملية النقل تمت، عملية النقل، ومين نقل البضاعة؟ مازن، يعني هو المشتري، ودفع المبلغ نقدا. القيد اكتبوا لي قيد لإلها بدفاتر مازن طبعا. هي رغدة خلص ان شاء الله ما تكون استفادت يا رغدة مع الارقام. ها ما شاء الله حولك. خلص بدنا نوصلك عنا محاسبة من هلا. جاهزين؟ طيب الجواب، هلا بما انه التسليم مخازن المشتري معناته النقل على البائع مو علينا، وبالتالي انا ما بقدر اكتب من حساب مصاريف نقل المشتريات، لان النقل مو علي، النقل على البائع، على المورد نوري. بس انا دفعتها، فالذي دفع المصاريف بده يكتب الى حساب الصندوق، فانا بدي اكتب الى حساب الصندوق من حساب الموردون نوري. اذا من حساب الدائنون او الموردون نوري، انا بدي طالبه بالمبلغ النقل عليك. انا متفق معك تسليم مخازن المشتري، يعني بدك تجيب لي البضاعه لعندي، انت ما جبتها، انا نقلتها، بدي بدفع اجره النقل وطالبك بالمبلغ. فالقيد من حساب الموردون او الدائنون نوري الى حساب، من حساب الموردون او الدائنون نوري الى حساب الصندوق، والمبلغ 20,000. هاتوا لنشوف نتائجكم يلا بدون خجلة. ما شاء الله ممتاز. والله صعب، انا التسكر رح يخربط فيها. طيب ننتقل على اللي بعدها. اشترى مازن آلات بمبلغ 500,000، وكلفت المصاريف التالية: مصاريف نقل 50,000، مصاريف تأمين 20,000، رسوم جمركية 30,000. سددت جميع المصاريف نقدا، بينما سددت قيمة الآلات بشيك. مثل برجع بقلكم هدول الاسئله اصعب بكثير من تبع الامتحان، لانه مركبه. هاتوا لنشوف يلا. اذا الالات اشتريناها، دفعنا حقها بشيك، بدي قيد واحد اه مو بقيدين. تمام، برافو عليكم. لا نشوف الجواب. الجواب القيد هو التالي. من ما الارقام سجلتوا كلكم الارقام؟ اي تمام يلا. القيد من حساب الالات 600,000 الى مذكورين، الى حساب المصرف 500,000، والى حساب الصندوق 100,000. اذا القيد من حساب الالات 600,000 الى مذكورين، الى حساب المصرف 500,000، والى حساب الصندوق 100,000. بذكركم ان القاعدة بتقول انه يحمل الاصل الثابت بجميع المصاريف المدفوعة عليه لحين بدء استخدامه. لذلك كله سجلناه
حق الالات واجره النقل والرسوم الجمركيه والتامين كلياتهم سجلناهم على حساب الالات، فطلعت كلفه الالات، كلفه الالات مو ثمن شرائها مهند، هي الكلفه ثمن الشراء زائد جميع المصاريف المدفوعه على الاصل لحين بدء استخدامه 600,000. بس هدول ال 600,000 لو دفعناهم كلهم عن طريق المصرف كنا قلنا من الالات الى المصرف 600,000، لكن هدول في منهم 500,000 اندفعوا بشيك حق الالات وال 100,000 المصاريف عن طريق الصندوق، لذلك القيد من حساب الالات 600,000 الى مذكورين الى حساب المصرف 500,000 والى حساب الصندوق 100,000. طيب ننتقل للي بعدها. باع مازن الى جوني بضاعة على الحساب قيمتها 500,000 مع وعد بحسم 10% اذا تم السداد خلال 10 ايام، حسم نقدي طبعا هذا، والتسليم مخازن الباقي، يعني شرط 10 10 صار 90، تذكروها؟ يعني قال له لو ما كنت انا وضحت لكم اياها بالاحمر، لو كاتب لكم بشرط 10 10 صار 90 نفس المعنى، انه هو وعده انه يعطيه حسم 10% اذا دفع خلال 10 ايام، والا لازم يدفع حق البضاعه خلال 90 يوم. طيب اكتبوا لي القيد تبعي يلا مع الارقام. شو هاد اسرع من البرق ما شاء الله. طيب حاج هلا برجع بقلكم، لما منبيع ضاع يا هبة فورا منقول الى حساب المبيعات، من مين؟ حسب اذا نقدا من الصندوق الى المبيعات، اذا بشيك من حساب رهف بدون المايك رجاء. رهف اي اذا بشيك من حساب المصرف الى حساب المبيعات، اذا بموجب كمبيالي من حساب اوراق القبض الى حساب المبيعات، واذا كان على الحساب هدى بدون مايك من حساب المدينون او الزبائن الى حساب المبيعات. هلا هون بما انه البضاعة تم بيعها لجوني على الحساب، ما تلقيت من حساب المدينون او الزبائن جوني الى حساب المبيعات، والمبلغ 500,000 ما من قيم العشرة بالمية، لانه العشرة بالمية يا رهب هي وعد بالحسم اذا تم السداد خلال 10 ايام. هلا اذا تم السداد خلال 10 ايام بنعطيه الحسم، اذا لا ما بنعطيه الحسم. واضح؟ خلصتوا؟ تمام الكل صح ما شاء الله. طيب الاتفاق مع جوني انه التسليم مخازن البائع، قام جوني بنقل البضاعة وقد تكلفت عملية النقل 10,000، سددها جوني نقدا. اكتبوا لي القيد يلا. رغدة ما تغششي. ممنوع عم تغشيهم كل واحد لحاله. طيب مظبوط كلام رغدة. هلا اول شيء التسليم مخازن البائع معناتها النقل على المشتري، والمشتري نقل البضاعة ودفع اجرة نقل. طيب انا البائع شو دخلني؟ لا بتقع علي
ولا انا دفعتها، لذلك انا ما بسجل شيء، لذلك انا ما بنسجل اي شيء. صحيح الكلام. طيب خلينا نروح على حالة تانية. العملية رقم 7 21 واحد، قام مازن بشراء سيارة لزوجته بمبلغ 200,000 وسدد نصف قيمتها من أمواله الخاصة والنصف الآخر من صندوق الشركة. اكتبوا لي القيد تبعه. قام مازن بشراء سيارة لزوجته بمبلغ 200,000 وسدد نصف قيمتها من أمواله الخاصة والنصف الآخر من صندوق الشركة. قيد واحد. هدى هي إلى قيد واحد. ما إلى قيدين. يلا رح أعطيكم وقت زيادة. إيه ها شفت شلون؟ يلا جربي صححي. طيب انا حلكم شو القيد. القيد من حساب المسحوبات الشخصية الى حساب الصندوق 100,000. القيد من حساب مسحوبات شخصية الى حساب الصندوق 100,000. طبعا لانه نحن السيارة ما بتدخل على حسابات المنشأة، هو اشترى سيارة لمرته. العلاقة صاحب المنشأة بالمنشأة بهالحدث انه هو اخذ من صندوق المنشأة 100,000 ليرة. هدول ال 100,000 يعتبروا مسحوبات شخصية، والمسحوبات الشخصية مدين دوما، ما هيك؟ المسحوبات الشخصية مدين دوما، وبالتالي القيد من مسحوبات شخصية الى حساب الصندوق 100,000. من مسحوبات شخصية الى حساب الصندوق 100,000. طيب نشوف القيد رقم 9 ب25 واحد. قام مازن بدفع المصاريف التالية. دفع رواتب واجور 3,000، 30,000 عفوا، ايجار 20,000، دعاية واعلان 10,000، ايجار منزله الخاص 40,000، وقد تم تسديد نصف هذه المصاريف نقدا والنصف الاخر بشيك. والله صعب هذا، رح اعطيكم وقت زيادة. يلا اسمعوا القيد شلون. من لو تعالوا نشوفه شو رايكم.
هذا القيد من مذكورين من حساب مصروف الرواتب والأجور 20,000، من حساب مصروف الإيجار 30,000، من حساب مصروف الدعاية والإعلان 10,000، من حساب مسحوبات شخصية 40,000، إلى مذكورين، إلى حساب المصرف 50,000، وإلى حساب الصندوق 50,000. تطلع لفوق. إذا شايفين من مذكورين المصاريف مدينة دوما، الرواتب مدين، من حساب مصروف رواتب أجور، من حساب مصروف الإيجار، من حساب مصروف الدعاية والإعلان. أما إيجار بيته هذا مسحوبات شخصية 40,000، مجموعه 100,000. هال100,000 كيف اندفعوا؟ نصهم نقدا ونصهم عن طريق البنك، يعني 50,000 نقدا و50,000 بشيك. الى مذكورين، الى حساب المصرف 50,000، الى حساب الصندوق 50,000. واضح؟ لا يا رنيم انتبهي، المصاريف مدينة دوما، لا تنسي انه المصاريف مدينة دوما. تدفعي رواتب تقولي مين الرواتب، ما بصير تقولي ايه رواتب. المصاريف والخسائر مدينة دوما فورا، بس دفعنا مصاريف من كذا. والصندوق دائم لانه ناقص، الصندوق هو بالموجودات المجموعة الثالثة اللي طبعا مدين، لما بيزيد بيكون مدين، لما بينقص بيصير دائم. قام مازن بشراء بضاعة من سعيد، يعني نحن قمنا بشراء، لأنه ما تنسوا انه نحن رغدة بدون مايك رجعان رغدة ايه. قام مازن بشراء بضاعة من سعيد قيمتها بعد حسم تجاري 10% 90,000 والتسليم مخازن البائع. يلا عفوا، وقد سحب سعيد على مازن كمبيالي بقيمة البضاعة، مو على الحساب، بموجب كمبيالي. بسيطة، قام مازن بشراء بضاعة من سعيد قيمتها بعد حسم تجاري 10% 90,000، وقد سحب سعيد على مازن كمبيالي بقيمة البضاعة والتسليم مخازن البائع. رقم 10، طيب نشوف شو القيد. القيد مع الارقام، كتبتوه مع الارقام ها. يلا القيد، اول ما بنشتري بضاعة بنقول من حساب المشتريات، وبما انه بموجب كمبيالي، الكمبيالي هي ورقة دفع، لذلك القيد من حساب يا هبة، من حساب المشتريات الى حساب اوراق الدفع، والمبلغ 90,000. مع السرعة احيانا واحد بيقيم من 90,000 10%، لا هي عم يقول بعد قيمتها بعد حسم تجاري 10% 90,000. ايه هذا بدنا نحن، فاحيانا الواحد على السرعة بيغلبط.
اذا القيد من حساب المشتريات الى حساب اوراق الدفع والمبلغ 90,000، من حساب المشتريات الى حساب اوراق الدفع والمبلغ 90,000. شو يا غسان؟ احكي لنا. وروضة كمان، يلا نبلش من عند غسان. لا هون هي الكمبيالة، برافو عليك، منيح نبهت. شايفين؟ ايه الكمبيالات هي اوراق تجارية. انا لما بيع بضاعة لشخص، انا اذا بعت بضاعة لهيبة، بضاعة بموجب كمبيالة، هي الكمبيالة ورقة تجارية، وما اسمها ورقة تجارية. بدفاتر البائع اسمها ورقة قبض، بدفاتر المشتري اسمها ورقة دفع. ما هيك؟ ايه تماما، انتبهوا. لا اسمها اوراق مالية ولا اسمها ورقة قبض، هي ورقة دفع. يعني انت مو معقول تشتري بضاعة وتاخذ كمبيالة منه، يصير عندك ورقة قبض. ايه بعرف انا. انتبهوا ممتاز، وهذا حلو عم يفتح لي النقاش. طيب تعالوا نشوف التسليم مخازن البائع. قام مازن بشحن البضاعة الى مخازنه وتكلف على نقلها 3,000، سددها سعيد. هامو نحن دفعناها، مين دفعها؟ سعيد. انتبهوا، نحن الاتفاق لما اشترينا بضاعة مع عند سعيد انه التسليم مخازن البائع. نقلنا البضاعة لمخازننا، بس مين اللي دفع المصاريف؟ سعيد. شو القيد؟ اكتبوا القيد لحظة، اكتبوا لي القيد يلا. يلا هي رنيم خلصت، وهبة وروضة. هلا بتمروا الاسهم، هلا بتمروا، طولوا بالكم. جاية طيب حاج، الكل خلص تقريبا. هلا هون بما انه تسليم مخازن البائع، معناتها النقل على المشتري علينا، لكن هالمرة مو نحن دفعناها، يلي دفعها هو البائع. فهلا بما انه تقع علينا، فبدنا نكتب من حساب مصاريف نقل مشتريات، مو نقل بضاعة، من حساب مصاريف نقل مشتريات، مو الى الصندوق لانه انا ما دفعته، ولا الى المصرف، الى حساب الدائنون سعيد، الى حساب الدائنون سعيد، المبلغ 30,000. اذا القيد من حساب مصاريف نقل مشتريات الى حساب الدائنون سعيد، والمبلغ 30,000 او 3,000، ما بعرف، مو مشكلة. يلا اعطوني نتائجكم، شو الوضع؟ لا اوعك تحطي المصاريف دائن يا روضة، ما بتصير تقولي الى المصاريف، ما في بالمحاسبة، المصاريف مدين دوما، تمام؟ اوعك، يعني ما في الشغل، انتبهي، مصاريف مدين دوما. اي طيب يلي بعدها. المهم هلا تكونوا فهمتوا. اشترى اسهم ببنك البركة بمبلغ 100,000 وسدد القيمة بشيك، اكتبوا لي القيد. تم شراء اسهم ببنك البركة بمبلغ 100,000 وسددت قيمتها بشيك. سهلة ما هي؟ رح
هتلاقوها بالفحص حتما. طيب الاسهم ما في عنا غسان ورغدة بدون مايك، ما في عنا يا رغدة حساب بالمحاسبة اسمه حساب الاسهم. لما بنشتري اسهم بنستعمل حساب الاوراق المالية، لانه الاوراق المالية بسيطة بسيطة، معلش مو مشكلة. نحن كنا عم نشتغل على القيد يا رغدة، لانه انت متابعة ممتازة، انه تم شراء اسهم ببنك البركة بمبلغ 100,000 وقد سددت القيمة بشيك. طبعا كتبوا الزملاء القيد، الجواب هو من حساب الاوراق المالية الى حساب المصرف. انا كنت عم علق على الموضوع انه نحن لما بنشتري اسهم ما بنقول من حساب الاسهم، بنقول من حساب الاوراق المالية، لانه الاوراق المالية هي اسهم او سندات مشترى بشركات اخرى بهدف توظيف السيولة الفائضة في المشروع. وبما انه دفعنا قيمتها بالشيك معناتها الى حساب المصرف، لو دفعنا قيمتها نقدا كنا كتبنا الى حساب الصندوق. ايه مهند احكي لنا شو القصة عندك، شو صار معك، وين الغلط؟ فهمت علي؟ ما هيك؟ ما في حساب بالمحاسبة، ما في حساب الميزانية اسمه الاسهم، في اوراق مالية، ما هيك؟ ايه لا تنسى هلا الضربة هلا سهلة، اما بالفحص حوينتها صاروا على 2.5، على كل سؤال على 2.5، يعني والله حرام. بكرة تصور حالك اخذ والله 97.5، قديش بدك تنزعج؟ مزعجة ما هي؟ طيب يلا قام مازن العملية رقم 15 بتأجير احد المستودعات، عنده مستودع مو لازم مؤجره بمبلغ 30,000 وحصل الايجار نقدا. اكتبوا لي القيد تبعه. قام بتأجير مستودع بقيمة 30,000 وحصل قبض الايجار نقدا، كمان سهلة. طيب الجواب من حساب الصندوق الى حساب ايراد الايجار، ارباح ايجار، ايجار مقبوض، يلي بدكم اياه. من حساب الصندوق الى حساب الايجار، ممكن تكتبوا بالالف من ايجار الى الصندوق، لانه الايجار لما بستاجر هون هذا مصروف ايجار، لما باجر هذا ايراد ايجار. المصاريف مدينة دوما بس الايرادات دائنة دوما، ما هيك؟ لما باجر ايراد والايراد دائن دوما، وشلون قبضته النقدة؟ معناتها من الصندوق الى ايراد الايجار. طيب سحب مازن من المصرف 100,000 لاستخدامه الشخصي، طبعا المسحوبات شخصية مدين دوما، لذلك بمجرد ما صاحب المنشأة ياخذ من المنشأة اي شيء بنقول من مسحوبات شخصية، من مسحوبات شخصية الى حساب الصندوق، الى حساب المصرف عفوا، لانه سحبها من المصرف. اوكي، من حساب المسحوبات الشخصية الى حساب المصرف. العملية رقم 21
قدم مازن ارض قيمتها 500 الف لصالح العمل التجاري. قدم المرة بالعكس قدم من امواله الخاصة ارض يملكها قدمها للمنشأة قيمتها 500 الف. اكتبوا لي القيد تبعه. يلا هي رنين خلصت. وهدى وهيبة ما شاء الله. طيب هلا اتفقنا نحن انه لما صاحب المنشأة بيقدم للمنشأة اي شيء نعتبره رأس المال، وهذا رأس المال دائم دوما. فبما انه قدم اراضي فمنقول من حساب الاراضي الى حساب رأس المال. لو قدم الات بنقول من الالات الى حساب رأس المال. لو حط مصاري بالصندوق بنقول من الصندوق الى رأس المال. الهون هون القيد من حساب الاراضي الى حساب رأس المال. طبعا هذا اللي بيحب يستعين فيها شايفين عندكم هون دفتر يومية مسطر بامكانكم تاخدوه على الوورد وتستعملوا بس تغيروا الارقام والقيود مشان تستفيدوا من ترتيب التسطير. طيب ننتقل للمسألة الثانية. اضطر نشغلها والله. يلا ماشي قد ما بنقدر. رح يجيكم مسألة بهذا الشكل. هلا المطلوب اول شيء تحسبوا لي، طبعا رح اعطيكم اربع اجابات كنت تختاروا الاجابة الصح بالفحص، اما هون بدي تحسبوا لي صافي المبيعات. يلا احسبوا لي صافي المبيعات واكتبوها هون دغري. كل واحد يحسب صافي المبيعات ويكتب الجواب علنا، معلش بس لا تتقلوا من بعض، يعني لا تقول والله انا بدي اكتب مثل ما كتبت رغدة الشاطرة، ما بتعرف الشاطر ممكن يغلط. قديش صافي المبيعات؟ هي مسألة البيانات تبعها موجودة كلها، قديش صافي المبيعات؟ مين حسبها يحط لي الجواب. هذا نموذج ثاني. اذا النموذج الاول قيود، نموذج ثاني مسألة بهذا الشكل بدنا نطلع منها كثير معلومات، صافي المبيعات، صافي المشتريات، كلفة البضاعة المتاحة للبيع الى اخره. وطبعا الجواب كتبوه على الدفتر تبعكم. هنا عم تقول صافي المبيعات 930 الف. مو هيك ولا هذا رقم هيك؟
بلا 930,000 ما بعرف لحد هلا. شايف في اجوبه ثانيه هدى عم تقول 99,337 هيك عم تقول هدى. ما هي عم تقول 930,000 هدى عم تقول الجواب 99,337 هيك مكتوب جنبك. هذا رقمك عم بمزح. شو روضة شو اي واحد ما فهمت. ها رغدة عم تقول 930,000 صافي المبيعات. صافي المبيعات شو يساوي؟ روضة عم تقول 930,000 رغدة 930,000 تعالوا شوف هلا صافي المبيعات وراما هو المبيعات ناقص مردودات المبيعات ناقص الحسم الممنوع. هو صافي المبيعات هو المبيعات من قيم منه مردودات المبيعات والحسم الممنوع. تعالوا ندور عليه هون. عنا المبيعات مليون رح نقيم منها مردودات المبيعات. مردودات المبيعات 50,000 مليون راح 50,000 صفي 950,000 ومنقيم الحسم الممنوع 20,000 بصفة 930,000 مظبوط. اذا صافي المبيعات هو المبيعات ناقص مردودات المبيعات ناقص الحسم الممنوع. المبيعات مليون ناقص 50,000 مردودات مبيعات ناقص 20,000 حسم ممنوع يساوي صافي المبيعات 930,000. سجلوها عنكم على الدفتر بالله لأنا بنساها. سجلوها عنكم انه جواب السؤال الاول طلع معنا 930,000 صافي المبيعات. طيب احسبوا لي صافي المشتريات. احسبوا لي صافي المشتريات يلا نشوف وحطوا الجواب هون.490,000 عم تقول رغدة. هي بقى عم تقول 450,000. هلا هون بلشت الإجابات. روضة عم تقول 476,000 غسان 460,000 لحد هلا بالمناسبة. هبة رغدة روضة لا تزعلوا كل واحد مجاوب بشكل بس كله غلط. غسان كله غلط ولا واحد صح. لا 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 ولا واحد صح يا رنيم. يمكن انا هيك طلعت ما بعرف ان شاء الله اكون ما انا اللي بخبط. يلا معكم دقيقة. صافي المشتريات.
ولا واحد جوابه صح. اها هبة 500,000 رغدة 500,000. هلا اشتغل الشغل الصح. الجواب الصح 500,000، لانه صافي المشتريات هو المشتريات زائد مصاريف الشراء ناقص مردودات المشتريات ناقص الحسم المكتسب. اي هيك بنحسب صافي المشتريات. هدا بدون مايكروجرام. صافي المشتريات هو المشتريات زائد مصاريف الشراء ناقص مردودات المشتريات ناقص الحسم المكتسب. هلا المشتريات 500,000 هي بدنا نضيف لها مصاريف الشراء. طلعوا معي مصاريف الشراء عندي 3. عنا نقل مشتريات 15,000، عمولة وكلاء شراء 15,000، ورسوم جمركية على المشتريات 10,000، مجموعهم 40,000. اذا بدي اطرح من ال 500,000 40,000، وبدي اضيف لها بدي زيد 40,000 اسف، بدي زيد مصاريف الشراء ال 40,000، وبطرح الحسم المكتسب والمردودات. اذا بدي زيد على 540,000 مصاريف شراء 15,000 نقل و 15,000 عمولة و 10,000 رسوم جمركية 40,000، صاروا 540,000. بدنا نطرح المردودات المشتريات 25,000 والحسم المكتسب 15,000 40، يعني بدنا نضيف 40 نطرح 40 فبيطلع معنا 500,000. سجلوا عنكم صافي المشتريات 500,000. اذا نحن مشان اللي انقطع عنده النت الطلب اللي بعده كان انه نحسب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. مثل ما شفتوا الكل جاوب ديما ورنيم ومحمد وهنا 570,000. تذكير انه كلفة البضاعة المتاحة للبيع تساوي صافي المشتريات زائد مخزون أول مدة. طبعا أنا عندي محل تجاري كان عندي مخزون أول مدة 70,000 ليكون، وصافي مشترياتي 500,000، معناتها صار عندي بضاعة متاحة للبيع 570,000. سجلوها على الدفتر تبعكم. ليكون موجود هون مخزون اول مدة محطوط، لانه هو بيكون مخزون اخر مدة تبع السنة الماضية. طبعا وين ما كان بدنا نعطيكم مخزون اول مدة ومخزون اخر مدة، كمان مخزون اخر مدة. طيب واضح. طيب هلا فاذا علمتم بانه مخزون اخر المدة بضاعة اخر المدة 80,000، احسبوا لي قديش كلفة المبيعات. رغدة طلعنا كلفة البضاعة المتاحة للبيع. نحن بعد ما حسبنا صافي المشتريات 500,000 ضفنا لها 70,000 مخزون اول مدة، فطلع معنا كلفة البضاعة المتاحة للبيع 570,000. سجليها عندك، سجلي انه كلفة البضاعة المتاحة للبيع 570,000. هلا عم نطلع قديش كلفة المبيعات. سؤال قديش كلفة المبيعات. يلا عم يقولوا الشباب ديما روضة ممتاز 490,000 صح، لانه كلفة البضاعة المتاحة للبيع اللي هي طلعت معنا 570,000 من قيمة اللي ما انباع
ضاعت اخر مدة مخزون اخر مدة 80,000 بيطلع معنا 490,000 تكلفة المبيعات. 490,000 كلفة المبيعات. طيب الطلب اللي بعده قديش؟ قديش نتيجة المنشأة؟ الربح التجاري للمنشأة قديش؟ شو عيد رهف؟ آخر وحدة؟ القاعدة يا رهف انه انت عندك الضاعة متاحة للبيع 570,000. هاي شو بصير فيها؟ جزء منها رح يبقى وجزء رح ينباع. انت بدك كلفة اللي ينباعوا. فكلفة المبيعات هي كلفة البضاعة المتاحة للبيع ناقص بضاعة اخر مدة او مخزون اخر مدة. نحن كلفة البضاعة المتاحة للبيع طلعت معنا 570,000. اما البضاعة اللي ما انباعت بضاعة اخر مدة 80,000. 570,000 راحت 80,000 صفي عنا 490,000. تمام؟ 490,000 كلفة المبيعات. هلا بدنا مجمل الربح عم يقولوا 440,000. هلا الاول معادلة بالعلاقات هي صافي المبيعات ناقص كلفة المبيعات يساوي مجمل الربح. صافي المبيعات ناقص كلفة المبيعات يساوي مجمل الربح. هلا صافي المبيعات بتذكر طلع معنا 930,000. بينما كلفة المبيعات طلع معنا 490,000. الفرق بيناتهم تمام 440,000. 440,000 واضح؟ طبعا منتابع بنحسب صافي الربح الى اخره. هذا فيما يتعلق بالجزء الثاني. هلا الجزء الثالث هو عبارة عن اسئلة نظرية بتدل على مدى فهمكم للقواعد. يعني مثلا خلينا نجرب كم وحدة. الاوراق التجارية هي العقود، واحد العقود الموقعة مع التجار سواء كانوا زبائن ام واردين. اثنين هي عبارة عن اسهم او سندات مشتراة بشركات اخرى بهدف توظيف السيولة الفائضة في المشروع. ثلاثة هي عبارة عن سندات او كمبيالات مسحوبة على الزبائن لضمان سداد التزاماتهم بالوقت المحدد. اربعة غير ذلك. انو الجواب الصح؟ مظبوط تمام. انا اسف جوابكم صح. الجواب الثالث هو الصح. الاوراق التجارية هي عبارة عن سندات او كمبيالات مسحوبة على الزبائن لضمان سداد التزاماتهم بالوقت المحدد. السؤال سهل. هلا الصندوق هو حساب مدين دوما دائم دوما مدين بطبيعته دائم بطبيعته. انه الاجابة الصح. الصندوق
هو حساب مدين دوما دائم دوما، مدين بطبيعته دائم بطبيعته. لا يا رغدة، لا لا لا، الصندوق هو حساب مدين بطبيعته، هيك الجواب الصح، لانه هو مع الموجودات. الصندوق هو احد عناصر الموجودات، والموجودات طبعا مدين، بس لما بزيد بيكون مدين، لما بينقص بيصير دائن. فالسؤال واضح، الصندوق هو حساب مدين دوما؟ لا. دائن دوما؟ لا. مدين بطبعه؟ نعم. دائن بطبعه؟ لا، طبعه مدين. واضح؟ ايه. طيب، الرسوم الجمركية المدفوعة على الآلات بتظهر بالمتاجرة، بالأرباح والخسائر، بالميزانية، غير ذلك. الرسوم الجمركية المدفوعة على الآلات بتظهر بالمتاجرة، بالأرباح والخسائر، بالميزانية، ولا غير ذلك؟ شو؟ وين الإجابات؟ لا 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 لا، لا، ما في حساب اسمه رسوم جمركية على الآلات، ما في بالمحاسبة حساب اسمه رسوم جمركية على الآلات، لأنه بتسجل الرسوم الجمركية على الآلات. لما بندفع رسوم جمركية على الآلات بنقول من حساب الآلات، إذا ما بتظهر نهائيا بالدفاتر، ما في حساب بالمحاسبة اسمه رسوم جمركية على الآلات. بينضاف ما في حساب اسمه، تمام، ما في حساب اسمه. الجواب 4، غير ذلك، غير ذلك طبعا. سؤالي اللي بعده آخر واحد، يلا وحاج، لسه في عنا تمرين قبل المراجعة. برافو عليكم، الأمور جيدة، أطمنكم من هلا. آخر واحد، المصحوبات الشخصية تظهر مع المصاريف، مع الإيرادات، بالميزانية، مع الموجودات، غير ذلك. لا، لا يا رغدة، مو مع المصاريف، هي تظهر بحقوق الملكية، هي تظهر بحقوق الملكية، مطروحة من رأس المال. المسحوبات الشخصية لا تعتبر مصاريف، لأنه هي مو من مصاريف المنشأة، هي من مصاريف صاحب المنشأة، لذلك بتنطرح من رأس ماله، ما بتظهر بالموجودات، ولا بتظهر بالمصاريف، ولا بالإيرادات. لا هي مصاريف، ولا هي إيرادات، ولا هي بالموجودات، هي ناقص في حقوق ملكية صاحب المنشأة. طيب، مناح بشكل عام، يعني ان شاء الله علامات عالية. هذا كل شيء عندي، لحباتكم المحاضرات، راجعوها منيح، بنعمل سلايدات لحباتكم ياهم. ايه طبعا، فيهم التمرين هذا، هلا بعتكم ياهم كمان بالبريد اليوم ان شاء الله، هلا بعتكم ياهم بالبريد، بصلكم على الايميل تبعكم.
وهو موجود على الموديل اذا بدكم على الموديل بتلاقوهن ما في مشكلة. بكل الاحوال حبعتكم ياهن دربوا عليهم منيح مناح بطمنكم يعني ان شاء الله علامات عالية. في محاضرة اخيرة مراجعة حتتم قبل الامتحان بثلاث ايام تقريبا. هلا امتحانكم ب 13 شهر ما هيك؟ يعني نقول ب 10 شهر تقريبا. تمام؟ ما بعرف شو بيكون اليوم. ما يعني نحن ب 10 بدنا نسويها اجباري. نحن بكل الاحوال بدنا نسويها ب 10 شهر. لا خلص انتهينا. في محاضرة اليوم 27 27 ما بعرف. المهم نحن بنحاول نساويها الخميس يمكن مو القادم اللي بعده. شو رايكون؟ الخميس اللي بعد القادم نفس الوقت. ايه طبعا بعتولي على الايميل على عيني وراسي. واليوم ببعتكم المحاضرات تكرم عينكم. طيب ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهالمادة. بتمنى لكم توفيق بكل شيء وبالامتحانات خاصة. وكل عام وانتم بخير.